2005 اغتيال الحريمي، هي يعني جمدتني، انا جمدتني انا الزلمه عم يشتغل وكله ولبنان، ولبنان هديت تقريبا وماشي حاله اغتيال الحريمي. طبعا نجا معنا انسحاب الجيش السوري من لبنان واعصار كاترينا في الولايات المتحده. حلوه انه كان كل ما يصير مشكله يتهموا سوريا، كل ما يصير مشكله. واحدى الاتهامات اغتيال الحريري انه بقفى سوريا. لما صار هي حلوه، لما صار اعصار كاترينا طلعت مظاهره بسوريا وصوروها وزاره اعلام وهذا بالتلفزيون صوروها. سوريا غير مسؤولة عن صار كتبي، لا تتهمونا كل شيء عم تتهمونا فيه. 2006 دخول شارون في غيبوبة، ضرب يسد ما يرد، لهلا العفو ما عم نعرف عنه، مات ما مات لساه غيبوبة. حرب اسرائيل، وحرب اسرائيل رهيبة الستة، هي كانت رهيبة. بالثلاثة تموز بلشت لثلاثة، ولا 13 تموز لثلاثة، لا يضل 33 يوم يمكن 33 يوم ساعة. ايه هالشي هي رهيبة، هي ما تركنا التلفزيون لحظة. 33 يوم بعد ما خطفوا حزب الله جنديين اسرائيليين، شنت الاسرائيلية ما بدها لليوم ولا بكره بيقولوا الحرب بامر من امريكا شنتها اسرائيل. يعني اسرائيل كانت مأمورة لليوم ولا بكره بيقولوا الحرب حرب امريكا على حزب الله، بس ما لها حجية حركت اسرائيل. مفاجآت بقى حزب الله كان رائع، تدمير البارشة الإسرائيلية وقتها. لك في صورة في شغلة ما بنساها كمان، إنه كل العالم عم يقول حرب أمريكا على، وأجت وقت الوزيرة الخارجية كوندليزا رايز لبيرو واستقبل وزير رئيس الوزارة اللبناني، شو كان اسمه؟ لا ضل قاعد كثير متشبس بالادب وكله. المهم وبوسها لابن الكلب، لك هي معروفة يعني عالميا. لو كانت حلوة معقولة عرضة كوندليزا. بعدين مفاجآت مع أن حزب الله بالحرب، تدمير البارجي وصواريخ ما بعد حيف، وصواريخه كانت يعني كل معاركه، كل مشاكله، كل مشاكل هذا أحداث الحرب كنا شايفينها بعيننا. تلفزيون الجزيرة يا أخي وبدع. بيعجب لي تعليق هذا تعليق مراسل الجزيرة الناصر، شو كان اسمه؟ ناصر كنيته عباس ناصر. عباس ناصر؟ متأكد انه عباس ناصر؟ ايه بتذكروا تعليقي عامل مقابلة مع جنود حزب الله وقتها أثناء الحرب، وبتذكر المقابلة كان على البحر على شاطئ البحر. عم التفت آخر شيء قال يعني مثل ما استنتجت إنه
مقاتلي جنود مقاتلي حزب الله كربلائيين. التعبير طيارة يا علي صح عم بحكيها شغلة حلوة كربلائيين. ايه وكمان 2006 بعد ما انتهت الحرب وقتها عدموا صدام حسين بأول يوم عيد الأضحى بعد إجراء محاكمة ضلت سنة تقريبا محاكمته أعدموا ب 2006 قفل 2007 أنفلونزا الطيور والصراع الداخلي بين الفلسطينيين بين الضفة وغزة إنه كمان هي مستغربة. منظمة التحرير الفلسطيني هي بالضفة عملوا أمريكا وقتها وكلهم طالبوا بانتخابات دستورية ديمقراطية وشاركوا بالهذا وحسب نتائج الانتخابات فازوا حماس فازت يعني بال الانتخابات قطاع غزة فاز هذا ما اعترفوا بالفوز لكن مو انتوا عم تطالبوا بالله فهمت شلون؟ ما اعترفوا انه فوز قانون يعني سياسي هون بتلعب انه هذا طالع ديمقراطي وطالع انتخاباته ازاحوا ألفين وثمانية هي كمان اقتصادية اقتصادي انهيار أسواق عالمية اقتصاديا وارتفاع أسعار النفط والقمح وأزمة الخبز في مصر لك مشاكل الدنيا مشاكل. 2008 حرب غزة انشنت إسرائيل والعالم ما حدا فتح تمه وعم يشوفوها بالضرب بالأجمل شيء للعالم لا شو اسمه جورج بوش الابن أجمل شيء للعالم وجورج بوش الابن الحذاء اللي ضربه منتظر الزيدي على رئيس بوش مو معقولة حلو شو تبادلته وكالات الأنبار شو حطوه على هوري طلعت نهفة وقتها كان جورج بوش مع رئيس الوزراء العراق شو كان اسمه مالكي نور المالكي على أولاد شو اسمه بالمقابلات هيك كتير وقت الجزيرة اللي عملت كذا مقابلة معنا قالوا الله يصلحوا المنتظر الزيدي يمكن درجة رقم رجله 43 كان ياخذ بوطي 45 كان صابر 2 سوا بوش و ايه 2009 فوز الرئيس